برحلة قصيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وبمتابعة بسيطة دون التوقف للبحث عن أرقام وإحصائيات، يمكن ملاحظة أن كفة الرأي العام الأمريكي والعالمي تميل بوضوح نحو جوني ديب. ذلك في المحاكمة التي تجري حاليا على خلفية قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته أمبر هيرد. وحاليا وقع قرابة 4 ملايين شخص على عريضة إلكترونية تطالب بمنعها من الظهور في الجزء الثاني من أكوامان. وأسوة بالضرر الذي وقع على مسيرة جوني ديب الفنية بسبب ادعاءاتها. في المقابل أصوات نادرة تدافع عن أمبر هيرد وتجادل بأن منطقة إلقاء اللوم على الضحية واتخاذ صف الأقوى بدون تفكير لا يزال هو السائد. على الجانب الآخر يرى المدافعون عن ديب بأنه قدم أدلة أكثر قوة وإقناعا من تلك التي قدمتها زوجته السابقة. سنعرض مع الجمهور بعض الأوجه من القصة الأشهر في العالم حاليا. أمبر هيرد تبالغ جدا في تمثيلها، بدت انفعالاتها غير صادقة على منصة الشهود، ظهرت متلعثمة تلعب دور المصدومة بشكل غير محترف، تحاول ادعاء البكاء طوال الوقت. لكن الجميع في المقابل يناقش الصحة العقلية لأمبر هيرد ولا يحلل أحد شخصية جوني ديب التي وعلى مدار الجلسات تغيرت انفعالاته كثيرا أثناء شهادة طليقته مثلا. ظهر عليه التأثر أحيانا ربما بسبب الشعور بالذنب، وفي أحيان أخرى كان يضحك ديب في المحاكمة. الكثير لا يصدقون أمبر لأن الشهود لم يؤكدوا ظهور آثار الضرب في كل الفترات التي ادعت تعرضها للتعنيف من جوني، وحتى شركة مستحضرات التجميل قالت إنها أصدرت المنتجات التي دعت أمبر هيرد استخدامها لإخفاء أثار الضرب بعد وقوع الطلاق. الرجل كان مدمنا للكحول والمخدرات، هو بنفسه اعترف بذلك وظهر مخيفا في تسجيلها لصوت وصورة وهو يكسر خزانات المطبخ. الطرفان كانا يسجلان لبعضهما خلال فترة الزواج. التسجيلات التي قدمتها أمبر بدت فيها وديعة جدا، بينما تسجيلاته تظهر شخصية مختلفة تماما، قاسية عنيفة وأحيانا فجة. وفي أحد تسجيلاته تجادل بأنها لم تلكمه بل كانت تضربه لا أكثر. جوني في المقابل يملك غيرة مرضية خلال عام واحد من الزواج، اتهمها بخيانته مع 3 أشخاص واعتدى عليها جسديا خلال تواجدهما على طائرته الخاصة. للمرة الأولى يتعاطف الناس مع الرجل على حساب المرأة في قضية عنف منزلي. إلى أي حد أمبر ظهرت بصورة مناقضة لصورة المرأة بأنوثتها وبعطفها كما صورها جوني ديب اليوم؟ طيب، في هذه القضية حكيتوا شغلة مهمة ونتكلم، وقلتي أنه البعض اعتبر ظهورها وطريقتها فيها تمثيل، فيها مبالغة في إظهار نفسها كضحية. إحنا كلياتنا يعني علماء نفس بالفطرة، كل البشر، كل واحد فينا بيقرأ هاي الانطباعات أو الانفعالات بطريقته، وممكن نتفق بشكل كتير كبير أنه فلان أو فلانة قاعد ببالغ بناء على ثقافتنا، أفكارنا، معطياتنا، تجاربنا اللي منشوفها من الأشخاص هذول. فنعم ممكن يكون لسبب ما ليس حقيقي، ولكن لسبب طريقتها في الظهور اعتقد الكثير من الناس أنها قاعدة بتبالغ أو بتمثل، أنه ليش لهالدرجة ردت فعلك بالتراجع أو غيره لما تشوفي الخصم. علما بأنه لو رحنا لعلم النفس، في اضطرابات ما بعد الصدمة اللي البعض شخص حالتها فيه، أنه اضطرابات ما بعد الصدمة، نعم ممكن الإنسان يتجنب تماما المواجهة مع الشخص المعنف بطريقة قد تظهر كأنها درامية.